نرحب بحضراتكم من جديد. دلوقتي جه ميعادنا مع جولة مفصلة عن أخبار الطقس. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون حار رطب على السواحل الشمالية، لكن بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على باقي الأنحاء. في كمان ارتفاع في نسب الرطوبة بالنهار، وده اللي هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بحوالي درجتين إلى 4 درجات. ده غير الشبورة المائية الموجودة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة من دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه جمانه، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا يا فندم. يعني دكتوره منار، الرطوبه الحقيقه يمكن الصيف ده مطوله معانا شويه، خاصه في القاهره. بالفعل يمكن في ارتفاعات كبيره في نسب الرطوبه، خاصه كمان ان احنا في شهر 8 ذروه فصل الصيف، ذروه ارتفاعات نسب الرطوبه، لان مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط مع امتداد منخفض الهند الموسمي، فبيبقى فيها كميه كبيره من بخار الميه، فبتؤدي لارتفاع نسب الرطوبه على مدار اليوم كله، فترات النهار وفترات الليل، وده اللي بيزود احساسنا اكثر بارتفاع درجات الحراره، رغم ان درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، يعني بتتراوح ما بين 34، احيانا كمان بتوصل ل 33 في بعض الايام، الا ان نسب الرطوبه العاليه بتزود احساسنا بها بحوالي من درجتين لاربع درجات، يعني احنا بنحس ال 34 لو تكون 38 درجه مئويه بسبب فقط ارتفاع نسب الرطوبه اللي بيتجاوز 90% على السواحل الشمالية، يتجاوز 85% على القاهرة الكبرى. الارتفاع في نسب الرطوبة بالفعل هو اللي بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، بيخلينا نحس بالاجواء شديدة الحرارة الرطبة فترات النهار على اغلب المناطق اللي موجودة في القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب البلاد. الاجواء ايضا حارة رطبة على المناطق المطلة على البحر المتوسط، ده فترات النهار، كمان مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. فترات الليل أيضا هنحس بالارتفاع في نسب الرطوبة، خاصة إن فترات الليل بيكون فيه هدوء في سرعات الرياح، فهنحس كمان بارتفاع درجات الحرارة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة والأجواء المائلة للحرارة الرطبة فترات الليل. أيضا طبعا مع هدوء سرعات الرياح ووجود رطوبة عالية في الجو، بتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، سواحلنا الشمالية، مدن القناة، محافظات الوجه البحري. والشبورة دي بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق دي، لكن هي بتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا على الساعة 3 صباحا تبدأ الشبورة المائية في التلاشي. احنا بنتكلم الشبورة. طب يا فندم خلينا بس نطمن السادة المشاهدين على الشبورة، إن كان على الطرق الزراعية أو على الطرق السريعة، نسبة الشبورة كثيفة ولا خفيف ولا بسيطة؟ لا، هي شبوره مائيه خفيفه، يعني مش زي شبوره فصل الشتاء، مش هتؤدي لانخفاض كبير في الرؤيه الافقيه وانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لكن مهم جدا ناخد بالنا، يعني دايما الساده قائد المركبات والمسافرين على الطرق في ميعاد تكون الشبوره المائيه، يعني تقريبا 3 4 الفجر الى الساعه 3 صباحا، نخلي بالنا من الطرق ودايما القياده تبقى معاها بهدوء تام، لكن هي مش هتؤدي لاغلاق الطرق باذن الله، ومش هيبقى في منها تاثير على حركه الجو. طيب دكتور منار، اخيرا الايام المقبله هيكون في انخفاض في درجات الحراره ولا هتفضل ترتفع بما ان احنا في شهر 8؟ يعني الى يعني من منتصف الاسبوع القادم باذن الله، متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى ما بين ال 34 وال 33 درجه مئويه، لكن هنستمر في ارتفاع نسب الرطوبه على مدار الايام القادمه، يمكن كمان لنهايات شهر 8 باذن الله. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا دلوقتي خلينا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحراره بالتفصيل. هنبدا معاكم من القاهره، درجه الحراره العظمى في القاهره 34 درجه مئويه، الصغرى 25 درجه مئويه، الاسكندريه العظمى 31 درجه، الصغرى 23 درجه مئويه، اما مطروح فدرجه الحراره العظمى 30 درجه والصغرى 24 درجه. بالنسبه لبورسعيد درجه الحراره العظمى 32 درجه مئوية، أما الصغرى 25 درجة مئوية. أيضا دمياط العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة. بالنسبة للإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية، أما الصغرى 26 درجة مئوية. السويس درجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية والصغرى
25 درجة مئوية. بالنسبة للعريش درجة الحرارة العظمى 32 درجة، أما الصغرى هي 24 درجة، طابة العظمى 36 درجة، الصغرى 26 درجة، سانت كاترين العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 31، الغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة، أما الفيوم فدرجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة. بني سويف درجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، أما المنيا فدرجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة. نروح مع حضراتكم لأسيوط، درجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، بالنسبة لسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، إنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، الأقصر درجة الحرارة العظمى 41 درجة أما الصغرى 29 درجة، أسوان درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة، الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، بالنسبة لشلاتين درجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 32 درجة، أما حلايب درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 29 درجة مئوية. مشاهدينا كده نكون يعني استعرضنا مع حضراتكم درجات الحرارة في كل المحافظات.